ها الحارة اللي خصك دير بحال هكايا. ها انتم هذه هي الحارة. تمشي الخط مسبوك ياك اخويا ابراهيم. الله يسخر اخويا يسر الامور. السلام عليكم اهلا وسهلا خوتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ صحة مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كما كتشوفوا معنا وبتاريخ اليوم اللي هو 1/3/2023 غادي نشارك معكم هذا الفيديو بخصوص المراحل ديال النمو ديال البطاطا، يعني بعد ما زرعنا بطاطا إن شاء الله يعني ونبتات إن شاء الله، دابا غنوريكم الطريقة شنو خصو يدير من بعد ما نبتات البطاطا شنو خصو يدير. يعني هذا البطاطا اللي كتشوفوا معنا هي اللي صورنا فيها الفيديو السابق، وهذه راها صريط يعني من نوع صريط ديال الفريكو باش تعرفوا اللي كاين، لأن بزاف الإخوان غادي يشوفوها هنا حتى. هذه ديال الفريكو كتبرد دغيا، العكس ديال المستورد معنا جميع المراحل وشنو خاصو يدير، اين نوع ديال الملح اللي غنديرو وفوكاش والمقاييس اي حاجه ان شاء الله غتعرفوها معنا. مهم تبعوا معنا الفيديو حتى ان شاء الله، وما تنساوش دائما اخوتي تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده للجميع. وبعض الاخوان تيسولونا على المنطقه، حنا كنتواجدوا في المهايه، في المهايه بين فاس ومكناس، وتحياتي للجميع. خاصها قبل لا تنوض ضرب الملح 21، ومن تنوض الى جاب الله الشتا وكان القضيه العذر وهذا يمكن لك تمشي مع الخط وتحاول ما تلوحش عليها الملح فوق الوراق باش ما تيطرا لها حتى شي حاجه، بقاش لا تجي فوق الورقه كتحرك. الا مشات هودت الورقه تيبقى يهود داك الحروقيه حتى القوه. سبحان الله العظيم. يلا الله يعاون. الله يسهل عليك اخويا. هانتوما كما سمعتوا بالنسبه للناس اللي غيديروا المحل 21 يحاولوا ما امكن يتفاداو ما يديروش الملحه فوق الورق، بقاش اذا درتي الملحه فوق الورق راه كيحرق بطاطا، ديرها في الخط وعاد تبحها الحارت. هادوك معلومات باش الانسان يعني يستافدوا الناس يعرفوا اللي كاين. الله يعاون اخو عبد الرحيم. ربي يعاون. يا الله يعاوني عمك اخويا، الله يسهل عليك. يسهل الامور، الله يسهل الامور. يا ربي امين. دابا اخويا بغينا منك تعطينا شويه ديال المعلومات بالنسبه للمتتبعين باش يعرفوا المراحل ديال البطاطا منين زرعتو حتى لدابا ان شاء الله اللي راكم تديروا الملح. دابا سيدي نطلبوا الله يكمل بالخير لينا ولخياتنا. اللهم امين. النهار الاول تنحرشوا مزيان، تنطيبوا، تنطراسيو، تنغبروا، تنطراسيو، تنديروا لها نكري، تنجيبوا بطاطا، تنزرعوا. ومن تم لهيه مين تتنوض لنا بطاطا قبل لا تنوض تنداويو ونوليو نضربو الملحه ونتبعو بالحرج وتنعيطو على الله تعالى وتبارك يرزقنا ويرزق خياتنا. هادشي اللي كاين، الله المعين اخويا. يا ربي امين. هي الملحه ديال 21 ها هي قدامكم، ها هي فيها 50 كيلو، ها هي 21 ها انتم. هانتوما اخوتي هي الطريقة ديال التشتات ديال الملحة، هي هادي كيما كتشوفو، هادي الملحة كيما قلتلكم الملحة ديال 21، هنا كيما شتو معنا الفيديو نهار ديال الزراعة، يعني النهار اللي زرعنا البطاطا هنا، كلشي راكم شتوه معنا اخوتي. دابا راه كنديرو الملحة، هاهي ديال 21، كنشتو بهاد الطريقة هادي. كاين اللي غيدير في الكوتاكوت، اللي كيدير في الكوتاكوت راه قنطار في القطار، كيهز القنطار في القطار. وهما الدراري كيتابعين بالحرش، صافي هو كيشتت هنا الملحة والدراري تابعين بالحرش، فهو كلشي قدامكم اخوتي. هانتوما هو تيوكلها مزيان، ها اللهم يسر ولا تعسر. حنا كنتبعو معاكم مراحل مرحلة بمرحلة باش تعرفوا اللي كاين. هانتوما اخوتي هما الدراري تيحرشو هنا. هاد البطاطا هذه اللي كتشوفوا معنا راها عندها 5 الأسابيع بالضبط، عندها 5 ديال السيمانات. الناس اللي عندهم بطاطا يعني في الشكل هذا، دابا راه هذا هو الوقيته باش يديروا الملحه، الملحه اللي خاصها الدار خصهم يديروا الملحه ديال 21. بالنسبه للناس اللي غيديروا في الكوتاكوت راه قادهم قنطار في القطار اللي غيشيروا في السينشا. بالنسبه للناس اللي غيديروا في الخط راه كيقويو شويه، يعني راه من 300 كيلو تيقدر يهزلهم 300 كيلو في القطار. المهم اخوتي بالنسبة للمراحل اللي دزنا منها وقت الزريع، من بعد داوينا الدواء ديال الربيع قبل ما تنبت، بالنسبة
من تنبت الا بغيتي تداوي خصك دير واحد النوع ديال الدواء اللي ما ياثرش على الورقه. بالنسبه للناس اللي ان شاء الله غادي يبغيو يشتوا الملحه في الخط يحاولوا ما يقصوش الورق، يلوحوا غير في الخط ما يقصوش الورق، لقاش لقاش الورق راه غادي ياثروا على الورقه تبطا تتحرق. المهم اخوتي انتم كما كتشوفوا معنا من بعد ما غنحرشوا عليها ان شاء الله غتبقى واحد 10 ايام ولا سيمانه ان شاء الله، وليو نزيدوها الملحه ديال 33، الملحه ديال 33. بالنسبه للسقار حنا ما سقيناش كاع، يعني الحمد لله راه جاب الله الروان وراه غدا هكا، يعني راه منعات الحمد لله، راه ما كاينش سقا كاع. الاغلبيه اللي الفلاحه هنا ما سقاوش لان جاب الله الروان، جات الوقيته هي هذيك. هانتوما كما كتشوفوا اخوش انا معكم مباشره وحصريا، يعني على المباشر، ماشي يعني كنجيبوا لكم شي حاجه من راسنا، راه كنجيبوا داكشي يعني من الديران. وكما قلنا اخوتي منين كنديروا الملحه ديال 33 من بعد كاين اللي كيزيد كندفعوا لهذيك الساعه عاوتاني منين كتورق مزيان وكتطلع بطاطا كنوليو من بعد اخوتي كنعطيوها البوطاس والكالسيوم على حسب الفلح باش ما تفلحش باش بطاطا تغلط. يعني منين كتبدا دير البيض كنبداو نعطيوها الماكله اللي هو البوطاس والكالسيوم باش يعني البيض كيغلاط وما كتفلحش. كذلك بالنسبه للصقاره كنمشيو عينا ميزاننا، لقاش تقدر تعطيها الماء بزاف في الصفار، تقدر تغادي معها مرحله بمرحله، راه عينك ميزانك كيبقى ديك الساعات تمشي معها غير بالقياس. وهاكا ديك الساعات كتكون بطاطا ورقات وكبرات تبقى ديك الساعات نشبعها غير بالدواء الا كان الحال بارد على حسب الميديديو ولا حسب النم، كدير لها الدواء على حسب الحشرات ولا حسب الميديو. هادشي هذا هادشي اللي كاين، كتبقى غادي معها سقوى سقوى والله يجعل البركه. من بعد كتكون وصلتي المرحلة البروديكسيون اللي هي الانتاج، والله يجعل البركه والله يسر الجميع، يعني راه ما فيهاش يعني شي مشاكل عويصه ولا شي حاجه، سهله واي واحد يمكن له يفلح بطاطا. هو الاساس هو الماء، الاساس هو يكون عندك الماء موجود. هادشي اللي كاين اخوتي بالنسبه للناس اللي باغيين يفلحوا بطاطا. وبزاف واحد المتتبع كان قال لي درنا المراحل ديال البطاطا يعني من الاول حتى التالي. هادشي اللي كاين اخويا، حنا غنمشيو معكم مرحله بمرحله من هاد البلاصه. هانتوما كتعقلوا كيما شفتوا لي شفتوا الفيديو الاول غتشوفوا نفس الزيتون ونفس البلاصه، وحنا غنتبعوا معكم ان شاء الله من هنا باش تعرفوا التفاصيل وان شاء الله حتى البروديكسيون وحتى النهار اللي تجنا نقول لكم حتى الطوناج اللي جا بلاصه اخرى. الله وباش حاجه اخرى اخوتي اللي غنقول لكم، هذه راه الزريعه ديال صريط ديال الصندوق، يعني ديال الفريغو ديال البلاد ماشي ديال الخارج، ماشي المستورده. والله ان بعض الاخوان باش يعني غير نبينوا لبعض الاخوان، الزريعه ديال البلاد من كزرعها دغيا كتنبت هي كتطلع، عكس الزريعه ديال الخارج راه كتعطل شويه في النبات. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون في المتناول اخوتي، ودائما كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، وما تبخلوش لنا اخوتي بالاشتراك في القناه ودعمونا بشي كومونتير زوين وبارطاجيو الفيديو باش دل باش يعني تعم الفائده للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.